الآن بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. فلتحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان الدهر الدهرين كلها أمين. المجد حصل في حاجتين، تراءى مجد الرب لكل الشعب، بس مش ملء مجده إلا ما كانوا ماتوا كلهم. وخرجت نار من عند الرب، يا جاء من السماء طبعا يعني، وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم. فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم. بتوع الصهيونية المسيحية، ودول ناس مرفوضين من الطوائف أو الكنائس المسيحية، بيقولوا احنا عايزين اليهود يبنوا الهيكل عشان يقدموا الذبيحة وما تنزلش نار من السماء تاكل الذبيحة، فيعرفوا ان ربنا رافضهم ومش عايز الذبائح الحيوانية فيأمنوا بالمسيح. طبعا كلام ملوش معنى، والسيد المسيح قال لا يترك حجر على حجر لا ينقض، وهم بيخترعوا النظرية دي من عندهم. طب ما هو ربنا قايل ما تعملوش تابوت العهد ولا تفتكروه ولا يصنع فيما بعد ولا يتعهدونه ولا 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 ولا. فبدأ ما فيش حاجة من اللي موسى النبي عملها تتعمل تاني، بما فيها المنارة ذات السبع سرج اللي أنا متصور معاها في روما، ما وكنت معايا أو أنا كنت مع نيافة الأنبا برنابا ونيافة الأنبا دانييل، أنبا برنابا أسقف تورين وروما وأنبا دانييل أسقف سيدي، وتصورنا مع النقش اللي على القوس الرخام أو الحجر، أي منارة ضخمة جدا بسبع سرج شايلينها العساكر وداخلين بيها روما من الغنائم. حد يقدر يعمل حاجة تاني من اللي موسى النبي عملها؟ ما حصلش. سليمان أخذ اللي في الخيمة دخلوا الهيكل لما بنى الهيكل، لكن ما عملش لا مذبح بخور ولا منارة زي السبع سرج ولا تابوت عهد ولا كلام من ده. فين هيعملوا هيكل فاضي ما فيهوش حاجه؟ حيطان. طب مين هيدشنه؟ يندهوا موسى النبي يدشنه بقى ولا ايه؟ يقولوا لا، طب ما سليمان دشن الهيكل. سليمان مش ما دشنش الهيكل، سليمان صلى في يوميها صحيح وعمل ذبائح كتير، لكن الهيكل اتدشن لما دخل تابوت العهد جوه قدس الاقداس. ملأ مجد الرب البيت والكهنة طلعوا يجروا وتدشن الهيكل. هيتدشن ازاي؟ اذا كان ربنا قال لما هتتجمعوا، ها زي ما قريناها، لما هتتجمعوا ما تعملوش تابوت العهد ده تاني ولا تفتكروه حتى. فأرمية سفر أرمية للصحة التالت بيقول ويكون إذ تكسرون وتسملون في الأرض في تلك الأيام يقول الرب إنهم لا يقولون بعد تابوت عهد الرب ولا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. ده أمر إلهي. يبقى هيكل إيه اللي يتبني؟ الزيونيست كريستيانيتي اسمها دي، شيعة نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية وموجود لها وجود في الشرق الأوسط، ووجودها بيسيء إلى المسيحية لأنها بتؤيد فكرة هدم الجامع الأقصى وإقامة هيكل اليهود. أو لو كان الهيكل مكانه غير الجامع الأقصى يبقى يتبني في المكان بتاعه يعني، بس طبعا القضية دي هي ملتهبة جدا، وهم اخترعوا من عندهم فكرة إن الهيكل يتبني عشان اليهود يأمنوا. لا يذكر في الأسفار المقدسة لا في العهد القديم ولا الجديد النظرية بتاعت زيونيست كريستيانتي الصهيونية المسيحية اسمها كده، واحنا بنرفضها تماما، ومش احنا بس ككنيسة قبطية أرثوذكسية، لكن بترفضها كل الكنائس اللي موجودة في الشرق الأوسط
ومش بس كده، واحنا في النرويج اصدر مجلس الكنائس العالمي في البيان بتاعه الرسمي ان احنا بنرفض ادعاءات الصهيونية المسيحية، وما قالوش بقى ايه هي الادعاءات لانها معروفة، وانها بتسيء الى المسيحيين ليس في الاراضي المقدسة فقط ولكن في كل منطقة الشرق الاوسط. البعض اقترح ان ملهاش لازمة الحتة دي، فاحنا وقفنا واتكلمنا وقلنا لا ده موضوع يهمنا جدا، فمش بس ما شالوهاش وزودوا عليها عبارة مش بس تسيء إلى مسيحي الأراضي المقدسة ولكن إلى كل الكنائس أو المسيحيين الموجودين في الشرق الأوسط، والحقيقة تسيء للمسيحية في العالم كله يعني. وغلط إن واحد يخترع نظرية من دماغه ولا يوجد نص يؤيدها في الكتاب المقدس. لكن هنقول إيه؟ اللي بيخترعوا بدع كتير في كل زمان ومكان، واحنا علينا ان احنا نصحح حسب ما ربنا يدي نعمة ويدي قوة. هنرجع بقى تاني نتكلم بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات القادمة اذا شاء الرب وعشنا عن الاصحاحات اللي احنا عبرنا فيها بسرعة في كل حاجة منهم لها مدلول ولها أهمية معينة. بس عايز أقول حاجة، إن في ناس بتدعي إن ذبائح الاسم إن دي للخطايا السهل مش للخطايا العمد. أيوة في خطايا عمد كان عقوبتها الإعدام، زي اللي يزني مع بهيمة مثلا أو اللي يشتم أبوه أو أمه، في خطايا كانت عقوبتها الإعدام. أو اللي لما واحدة تخون جوزها مع رجل آخر وتبقى ثابت هذا الأمر، ثابت ومؤكد يعني. لكن مع ذلك داود النبي لما أخطأ قال أخطأت إلى الرب، والنسان النبي قال له الرب نقل عنا خطيتك لا تموت. ليه؟ لأنه هو كان المسيح في صلبه هيجي من نسله حسب الجسد وهيموت نيابة عن داود، لأن الرب نقل عنا خطيتك. حاجة تاني، المرأة التي أمسكت وهي تزني في ذات الفعل طبعا متجوزة، فقالوا للمسيح مثل هذه أوصى موسى في الناموس إنها ترجم، فقال لهم من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. اللي فيكو ما عليهوش حكم إعدام بس ما حدش دريان بيه وما عاقبوش، انتوا كلكم أموات، فوروني مين فيكو يقدر يموتها بقى. فكلهم ابتدى يكتب على الأرض، الشيوخ والناس اللي قريبين منه بصوا بيكتب ايه وخدوا بعضهم ومشيوا مكسوفين ورموا الحجارة في الارض، وبعدين الشبان وكله مشي وما فضلش اللي هو، فما هو الوحيد اللي من حقه يرجمها. قال لها يا امرأة ما دنك احد؟ قالت له لا احد يا سيد. قال لها ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. وما قال لهاش روحي اتجوزي، قال لها اذهبي ولا تخطئي ايضا، انا مش هدينك لان انا هدفع ثمن خطيتك، انا هتصلب بدالك. فالشريعه ما اتكسرتش لان اتقدمت ذبيحه على الصليب وهي المسيح طالبها ان هي تتوب وتعيش حياه القداسه بعد كده. فاللي بيستعجلوا في تفسير الامور ويقولوا المسيح سامحها يبقى من حقها تتجوز تاني حد تاني غير جوزها يعني، جابوا الكلام ده منين؟ وقال لها ولا انا ادينك، يعني انقذها من الموت. واعتقد يوم صلب المسيح هو خارج شايل الصليب يمكن اكتر حد من ناحية الاحساس بالالم
بالذنب كانت هي الست دي. انا شايفاه رايح يتصلب عشان يكفر عن خطيئتها، لان هي دي اللي كانت هتترجم فعلا، هتترجم. فهو خد الحكم بتاعها، الرب نقل خطيئتها، الرب وضع عليه اثم جميعنا، حمل خطايا، حمل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين. والوضع اللي حصل مع داود النبي والملك، لأن المسيح كان في صلبه، فقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، وعاش حياة التوبة بعد كده، وخد تأديبات جامدة قوي. يعني قال له الولد اللي هيجي من الخطية هيموت، واللي انت عملته في السر هيتعمل فيك علنا في عين الشمس، والسفلى ان يفارق بيتك، واخواته قتلوا بعضيهم، وابشالوم عمل ثوره ضده وطرده من القصر، وجاب السراري العشره بتوع داود اللي هم يعتبروا زوجات يعني، وحطهم في خيام على السطح، ودخل اليهم اتجوزهم هم العشره قدام الشعب كله يعني، بس جوه الخيمه، كل واحده في خيمه. قال له اللي انت عملته في السر هيتعمل فيك علنا. وقعد داود يعيط ويصوت ويصوم ولبس مسوح عشان العيل اللي جه من الخطيه. فربنا قال له مش هيعيش، يعني مش هيعيش، قلت لك مش هيعيش. فضل كده لغايه ما الولد مات، وبعد كده بقى خلاص يعني بطل المناحة اللي كان عاملها. بس يعني عايز أقول هو ربنا نقل عنه خطيته، لأن المسيح كان جاي من نسله، بس مش من الولد اللي جه من الخطية، لا. يعني المسيح جاي من نسلك يا داود، فأنت ما ينفعش تتحكم عليك بالإعدام دلوقتي، لكن هو هيدفع الثمن، هو هيكفر عن خطيئته. بس عشان ما تبقاش الخطيه حاجه سهله كده ماشي حالك، لا، ده انت هتشوف اللي محدش شافه. ومع ذلك لما شتم وشبع من الجيره وهو خارج هربان من القصر، فيؤاب قال له روح اقتل الراجل ده، وشتم عليه، فقال لهم اتركوه لعل الرب ينظر إلى مذلتي، لأن الرب له خلى له اشتم داود. يعني قال له أنا أستاهل الشتيمة اللي هو بيقولها، بيقول له أخرج يا رجل الدماء وبتاع، ورمى تراب عليه على الملك. فيعني اتذلب ما فيه كفاية، لكن برضو دي لمحة مبكرة من العهد الجديد، الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. وده نسان النبي اللي قال له كده، هو اللي جه قال له انت اللي عملت كده. بيقول له كان واحد غني جاره عنده نعجة بيشرب لبنها وبيلبس صوفها، والراجل الغني اللي في القصر جاله ضيوف، فخد النعجة بتاع الراجل الغلبان اللي جنبيه ودبحها واكلها للضيوف. قال له هو حي هو الرب ان يموت هذا الرجل. نسان بيكلم داود، قال له ايه ده، ايه القسوه دي، فما عنده غنم كتير ياخدش الا بتاعه الرجل الغلبان. قال له انت هو الرجل. طب ده داود قال حكم بالاعدام عليه، قال له انت هو الرجل، قال له اخطات الى الرب، قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. إشراقة من العهد الجديد، عشان المسيح جاي من نسل داود. ده حتى لما استقبل المسيح في أورشليم قالوا وصلنا لابن داود، خلصنا لابن داود، وصلنا في العالي، مباركة مملكة داود أبينا الآتية باسم الرب. والملاك جبرائيل قال لست العذراء ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. دخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرج وبارك الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم.
فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم، سجدوا يعني، لأن حسوا إن مجد الرب حل. النار هنا واضح إن دي نار ليها صبغة خاصة، اللي هي ما بنسميهاش نار غريبة، نار مرسلة بقدرة إلهية، زي النار اللي نزلت من السماء وحرقت الذبيحة بتاعت إيليا وشالت المية اللي على المذبح، وكمان المية اللي في القناية اللي حوالين المذبح، إيليا النبي بعد كده يعني. لكن ابتدت الحكاية تبقى رسمي في طقوس الهيكل وطقوس الشريعة الموسوية، أصبح في حاجة اسمها نار مرسلة من الله. فبيقول كده: تراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم. عكس دي بقى في الإصحاح العاشر هنلاقي بيقول: وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته، وجعل فيهما نارا ووضع عليها بخورا، وقرب أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فمات أمام الرب. في نار من عند الرب ونار غريبة، وكان الكهنوت الهاروني بالميراث برضه حتة النار. المسيحية الصهيونية اللي اتكلمنا عنها بتقول يعني انه اليهود يبنوا الهيكل، وساعات بقى بيفكروا انه يبنوا الهيكل يعني يهدوا الجامع الأقصى. الكلام ده طبعا كلام مفيش ما يؤيده في الكتاب المقدس خالص. سيد المسيح قال: هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، ولا يترك حجر على حجر لا ينقض. وده حصل فعلا سنة 70 ميلادية. هيجيبوا منين النار الإلهية؟ هيجيبوها منين؟ إذا كان ربنا نفسه رافض الذبائح بتاعتهم الحيوانية، وإذا كان ربنا رافض العبادة بتاعتهم في الهيكل، حتى لو بنوا الهيكل مفيش تابوت العهد، وحتى لو بنوا الهيكل مفيش نار هتنزل من السماء عشان تلتهم الذبيحة، خصوصا ذبيحة المحرقة أو الأجزاء الأخرى من الذبائح اللي كانت بتقرب على المذبح. كلمة النار الغريبة دي مهمة جدا، احنا قريناها دي في الإصحاح العاشر في الآية 1 والآية 2 كمان: فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما. يعني ما عملش حتى خاطر لهارون ان دول عياله، ربنا ما عملوش خاطر. فاليهود يعني مش ياخدوا درس من الحاجات دي؟ كل حاجة في الحاجات دي بتبقى بتدبير إلهي وتخطيط مظبوط. الشيء اللي أكدنا عليه كمان إنه مش بس خرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشعب، لكن تراءى مجد الرب لكل الشعب. تراءى مجد الرب غير النار يعني ممكن بيبقى زي بخور يملى المكان كله، اللي هو مثلا خيمة الاجتماع. وبعد كده بقى لما بقى الهيكل بتاع سليمان، وبرضه حصل ان مجد الرب ملأ المكان لما دخلوا تابوت العهد، الكهنة شايلينه دخلوه في قدس الأقداس بعد ما كانوا قدموا ذبائح كتيرة جدا في الاحتفال بتدشين الهيكل. فالموضوع مش موضوع بشري صرف، في عمل سماوي بيخش في الموضوع. كنا بنأكد برضو ان ذبائح، واحنا بنتكلم على الخمس انواع من الذبائح والقربان،
اللي هم ذبيحة المحرقة وذبيحة السلامة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم وتقدمة القربان اللي هو بيبقى فيه دقيق وزيت وبخور وكده. خمس أنواع اتكلمنا عنهم ومهمين جدا، لأن كل واحد كل نوع منهم بيرمز لعمل من أعمال المسيح الخلاصية في خدمته كرئيس للكهنة الأعظم، كرئيس كهنة أعظم، في ذبيحة الصليب وفي تقدمة الذبيحة بتاعته. من ضمن الحاجات اللي أشرنا إليها إنه ما كانش ذبيحة العمد زي ما بيدعي البعض إنه لا تقدم عنها ذبيحة، بيقولوا بس خطية، يعني خطية العمد بيقولوا لا تقدم عنها ذبيحة، لا، ويقولوا إن خطية السهو بس. فإحنا بنأكد إنه ذبيحة السهو تقدم عنها ذبيحة، وخطية العمد أيضا تقدم عنها ذبيحة، إلا بقى إذا كانت خطية كبيرة قوي تؤدي إلى الإعدام، اللي هي زي الرجم، زي مثلا الخيانة الزوجية لما كانت امرأة تخون جوزها مع واحد تاني فكانت بترجم حسب الشريعة. ومش بس المرأة، ولكن الرجال أيضا كان ليهم عقوبات مشابهة في تفاصيل كثيرة جدا عن أنواع الخطايا والعقوبات بتاعتها، مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي، لكن بس هنأكد على إنه ذبيحة الخطية اللي ما هياش الإعدام كان ممكن تقدم عنها ذبيحة. وردت في الإصحاح السادس من سفر اللاويين ابتداء من الآية 1: وكلم الرب موسى قائلا: إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة، حاجة لقيطة يعني، وجحدها وحلف كذبا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي وديعت عنده أو اللقطة التي وجدها. احنا دلوقتي نقول البيعة دي أو الشروة دي لقطة، بس مش بالمعنى اللي هنا، ساعات تتقال إنها لقطة يعني حاجة يعني بسعر كويس أو في نوع من الأوكازيون، مثلا في تخفيضات أو حاجة فيقولوا دي لقطة، لكن هنا مش بالمعنى ده. هنا لقطة يعني حاجة لقطها ووقع من حد غيره مش بتاعته، يعني نوع من السرقة يعني. فبيقول يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها أو كل ما حلف عليه كاذبا يعوضه برأسه، مش رأسه هو يعني يقطع رقبته، لا، يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسه، يعني زي ما نقول رأس المال، برأسه يعني اللي هو أصل المبلغ لو كان فلوس أو أصل الشيء، وعليه خمسه إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة اسمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لاسمه كبشا صحيحا من الغنم بتقويمك ذبيحة اسم إلى الكاهن، فيكفر عنه الكاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء من كل ما فعله مذنبا به. طبعا دي واضح انها خطية مركبة وخطية عمد واضحة جدا،
بيقول خان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبا أو اغتصب من صاحبه أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبا إنه ما خدهاش على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئا به. دي مش خطيئة سهو، دي خطيئة عمد واضحة جدا جدا جدا. دي مضافة إليها كمان الحلفان كذب، يعني ده كويس إنه ما جاتش الحكم فيها بالإعدام يعني، بس أهو الشريعة بتقول كده، بتقول إنه يرد الحاجة وفوقيها خمس تمنها أو قيمتها، ويجيب إلى الرب ذبيحة اسمه إلى الكاهن فيكفر عنه كاهن أمام الرب فيصفح عنه في الشيء الذي من كل ما فعله مذنبا به. وطبعا كان بيعترف كمان قدام الكاهن ويحط إيده على رأس الخروف أو الذبيحة ويعترف بالخطية بتاعته قدام الكاهن، فباعتبار إن نفس بريئة بتموت عوضا عن نفس خاطئة، فيتنتقل الخطية منه إلى رأس الذبيحة فالذبيحة تذبح بداله. ودي كانت إشارة رمزية لما أشعيا النبي بيقول الرب وضع على المسيح إثم جميعنا، الرب وضع عليه إثم جميعنا وهو حمل خطايا كثيرين وشفع في المذنبين. بس الخروف طبعا ده رمز بيرمز إلى حمل الله الذي يحمل خطايا العالم. كمان من ضمن الملامح بتاعت الشريعة في الذبائح في الإصحاح السادس برضو بيقول هذه شريعة المحرقة، هي المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه. وبعدين ده في الآية، في الآية 9، في الآية 12 يقول والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. يبقى إذن النار أصلا من قبل الرب، وبعد ما النار دي تيجي ما عادتش تطفي، لأن مش كل مرة هيبعت نار. فيقوموا يعملوا إيه؟ يفضلوا يحطوا حطب عشان النار ما تطفيش، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح. وقبل كده قال تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح. طب إذا كانت ولعت لغاية الصبح وبعد كده يحصل إيه؟ يقول لي يشعل عليها الكاهن حطبا، مش يشعل نارا، كل صباح. يعني هي تفضل ولعة طول الليل والصبح يشعل حطب. تفاصيل كتير تحتاج إلى مزيد من البحث والتأمل، وإلى حلقة قادمة بمشيئة ربنا إذا شاء الرب وعشنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.